للمزيد ينضم إلينا هاتفيا النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل. أهلا بحضرتك معنا سيادة النائب. يعني هناك احتفاء بالقرارات الخاصة بزيادة إجراءات الحماية الاجتماعية لمواجهة الغلاء، وبالتأكيد هذه القرارات جاءت بعد ختام مؤتمر ناجح، المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. قراءتك لهذه الإجراءات في توقيتها؟ يعني أنا شايف إنه هذه الإجراءات جت في توقيت جيد للغاية بعد المؤتمر الاقتصادية بيعاني منها العالم، وبالتالي فيها تأثيرات على مصر. رفع الحد الأدنى للأجور خبر جيد جدا، لأنه بيترتب عليه رفع كل الدرجات المالية لفوق الحد الأدنى للأجور، وبالتالي ده بيعود نفع على ملايين من الأسر المصرية اللي بيعملوا داخل الجهاز الإداري للدولة المصرية، فيما يتعلق كمان باستقرار أسعار الكهرباء وزيادة مدة المزايا التي تم صرفها للناس في التموين وكحياة كريمة خلال المدة اللي فاتت لنهاية العام المالي، بالإضافة إلى 300 جنيه المعونة الجديدة لمواجهة الغلاء. أعتقد دي كلها يعني أصداء إيجابية بتعود على المواطن بالنفع، وبتشعر المواطن أن الحكومة تشعر به. يعني أتمنى كمان أنه الفترة القادمة تفعيل المجلس الأعلى للأجور، اللي المجلس الوزراء في من شهور فاتت بدأ يفعل دوره، واللي منتظر منه من المجلس الأعلى للأجور فكرة العمل على تقليل الفوارق ما بين الجهات داخل الموازنة الصحية، بحيث تقليل الفوارق بين النقود أو الفلوس أو الأجور التي تؤخذ في كل جهة والأخرى، بما يعود على المواطن وعلى الحوكمة وعلى الشفافية بشكل أكبر. ننتظر ده بشكل كبير الفترة الجاية، وبنشكر الحكومة على هذه الخطوة، وبننتظر كمان خطوة حين يكون فيها إتاحة للحكومة أنها تقدم الحماية الاجتماعية بطبع يكون أثرها جيد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل على مداخلتك الكريمة معنا.